سلام بونجور، مرحبا بكم في قناة بروتينيز بالعربي. اليوم غادي نشوفوا نوفيل بوز ديال هاد الطفير هذا. من بعد ما كان بحال الاخرين درت ليه لا دي بوز، اليوم غادي نجي ندير ليه اون بوز وغادي نشوفوا انا وياكم المراحل ولا تكنيك اللي غادي نستعملوها وحتى لي برودوي اللي غادي نستعملوهم باش نعطيو لهذا الطفل هذا اون بون لونغور، اون بون فورم، اون بون كولور بوتيتر. وباش نبداو غادي نبداو بان ديزانفيكتون. Alors, on désinfecte, c'est à base d'alcool. On désinfecte les mains d'Yana. On peut faire la préparation par la repousse cuticule. Donc, on a de faire gélier là, d'être une dépose. Alors, il n'y a pas grand chose à faire pour la préparation. Il faut mettre du chauffe-eau. Donc, je vais juste prendre le bloc à quatre faces. Je vais venir limer ou les griffer la surface de l'angle min jamia al jawanib min jnab kamlin bach yshed lina le gel mzyan. Alors faites attention, had le blocada c'est pas un bloc polissoir, c'est un bloc à quatre faces. Alors ma kikonch rtab bzaf, alors هنا الظفر ديالي مازال فيه واحد شويه ديال لو جيل هنا في الاخر ديالو في الطرف ديالو. مي جو في فير لا بوز بحال الا كان الظفر ديالكم فريمون كامل طبيعي. غادي ناخذو لو كوتون دي كلينر نمسحو لا سيرفاس ديال لونغل بور لو ديغريسي بور لو نيتوايي بور لو بريباري. هذا هو الظفير ديالنا. الوغ غادي نبداو ب نيل بريب، غادي نحطو على لا سيرفاس ديال لونغل كامل وهذا كينشف غير بلاغ. تا هو الى اباز الكول وكن نحطوه بوغ بريباري لونغل ديالنا اونكور بلوس باش نضمنو لو جيل يشدينا مزيان. دونك دابا غادي ندوزو للبرايمر. البرايمر حتى هو كينشف غير بلاغ وما كنحتاجوش ناخذو اون غروند كونتيتي، ضروري خاصنا ندوزو على لا سيرفاس كامله ديال لونغل باش فريمون يشد لينا مزيان لو جيل ديالنا. هاد البرايمر هذا الى سانز اسيد، او كاو كنتو كتستعملو ان برايمر افيك اسيد ردوا البال ما تمسوش بيه لابو ديالكم. الوغ ابري لو برايمر غادي ناخذ لا باز ديالنا، ولا باز اللي غنستعمل اليوم هي اون باز دو شي بلو سكاي. ال تيان فريمون بيان بون، غير جربتها وعجبتني. سي با دو تو لا فيديو ني با دو تو سبونسوريزي. فوالا اون فيان ميتر la base d'Yenna sur toute la surface d'un angle bla menmso la peau. Donc daruri bla menmso la peau, lakin nhawlo nqarbo le plus la peau lakin bla menmso. Voilà. Alors puisque on est كنستعمل هنايا une lampe li UV LED, غادي نحتاج فقط 30 secondes باش نشف la base d'Yenna. الوغ لاباز ديالي هاهي نشفات. دابا غادي ناخد لو شابلون اللي هو غادي يكون لو سيبور اللي غنحط عليه لو جيل باش نقاد لا فورم ديال الظفر. ناخد لو شابلون ديالي نحاول بهاد الطريقة نتنيه باش يشد ليا لا فورم ديال الظفر. نجي هنايا لهاد لي بو ونلصقهم مع بعضياتهم ونجي ندخل الظفر ديالي فوالا هاد الطريقة. فوايي كون دغوا هاد لابوز ديال لو شابلون مهمة بزاف، لأن إلا حطيتي لو شابلون ديالك ممقادش ألوغ الظفر ديالك غيخرج أوتوماتيكمون ممقادش. دونك هنا شنو هما لي زاستيس، حاولوا أنكم متخليوش الفرق ما بين الظفر وما بين لو شابلون هنا،
la partie ما يكونش فراغ، وفي نفس الوقت ما يكونش لو شابلون ديالكم نازل بزاف ولا طالع بزاف، يعني خصو يكون غادي دغوا مع لونغل. باش يجيكم الضفر ديالكم مزيان نثبتوه هكا من جناب. فوالا كيما تشوفوا اون بون بوز. و غادي نجيبو غادي ناخدو واحد الباطوني هنايا، نجيبو الجل ديالنا، ناخدو اون بون بول ونحطوها بهذه الطريقة. وفايي جوي بروندر هنايا واحد الكويس صغير نحط فيه دو كلينر، دو كلينر ديالنا، الشيتا ديالنا، لا بروس، نرطبوها ونجيو باش نبداو موديليو هاد لاكريجيل ديالنا. انا بور موا سي لو بلو فاسيل زعما بور لي ديبيتونت هو لاكريجيل. دونك غادي نجي ندير هاد لابول هادي، غنحاول نقادها على شكل ضفر. غادي نبدا دقه دقه. الوغ هنا هاد الصبع بالضبط جو بريفير با ان الضفر ديالو يكون طويل لان كنخدم به بزاف، وكنبغي يبقى ضفر ما طويلش بزاف. دونك فو فوايي هنايا جو فيان طابوتي على هاد لو جيل، ومازال ما قربتش لي كيتيكل جاولي باش نقادهم بشويه بشويه. شوف بعدا غير الطول اللي بغيت نخدم عليه. ولا نشفات ليا لابروس ديالي نجي هنايا لو كلينر نفزقها ونجي نخدم بها، لان هي اللي ما كتخلي ليش لابروس تلصق ليا مع لو جيل ويسهل عليا لابوز. راه غادي نجي هنا باش نشوف مزيان. دونك انا بالعاني درت هاد لو جيل غوز باش يبان لكم حسن من لو ترونسبارون. دونك هاد لابول ديال لو جيل الا ما قدتنيش راه كنجي من بعد وكنزيد اون اوتر باش نقاد لا فورم ديال لو جيل. دونك انا بحق ما بغيتش نفوت هذا الطول، هذا غادي نحافظ عليه وغنحاول نرجع الجل لور. دونك علاش مزيان هاد لاكريجيل، علاش بليتو فاسيل بور لي ديبيتونت بديت لكم به، لان هاد لاكريجيل عنده جوج الخاصيات مزيانين. الخاصيه الاولى انه لا كونسيستانس ديالو ماشي جاري ماشي ليكيد بحال لوطخ جيل. دونك تشوفوه هنا بانه سا كول با، انا فين حطيته فين بقى سا نا با كولي. الوغ كيعطيك لي ديبيتونت كيعطيهم الوقت كتر باش يموديليو فيه ويلعبوا فيه ويخدموا عليه كيف بغاو، ياخذوا الوقت ديالهم كامل باش يقادوه مزيان. وثاني خاصيه هو انه ماشي بحال الاكريل ما كينشفش بلاغ. الوغ دابا واخا ناخذ الوقت بزاف ما غاديش ينشف ليا، ما كينشف الا بلا لومب. الوغ بور موا سي 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 بارفي pour les débutantes. كنصح كلشي لي ديبيتونت انهم يحاولوا انهم يبداو بان تيل برودوي. الوغ هنا غادي نرجع شويه فيغ لي كوتيكول باش نقرب ليهم لو جيل، وفي نفس الوقت كيما قلت لكم ما نمسوش لابو. انا جيسبر كتشوفوا معايا مزيان. كنرجع لو جيل ديالي اللور الى جربتو اول مره واللي جال وصل لكم لابو ولا هذا معليش حاولوا غير تمسحوه ما تخليوش
ما تخليوش تما، حاولوا تمسحوه. ومعليش لا بروميير فوا راه نورمال، ما يكونوش مازال شادين لي تكنيك. تعاودوا اون دوزيام اون تروزيام اون كاتريام حتى تعلموا تقادوا لي جيل ديالكم، وغتبداو حتى تخدموا على لا فيتيس ديالكم. دونك هنا بوغ موا راه لو جيل راه وصل فين بغيت في كوتي كيتيكول. دونك انا غنحاول نقاد لا فورم قد ما قديتي لا فورم قبل ما تنشفوا في لا لومب، قد ما تنقص عليك ليماج من بعد، يعني لا فورم دي ديجا غادي تكون واجده مقاده مزيان. شوفوا هنايا لا فورم لي با مال. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ هنا غادي على البوطون هنا عندي في لا لومب ديال 10 سكوند، غادي ندخل لو جيل ديالي 10 سكوند فقط باش غير نشفو، غير يشد فراسو، ومن بعد نخرجو نشوف الا كان محتاج الظفر ديالي اني نحتاج لو برودوي في شي بلايص، غادي نزيدهم بكل سهوله. دونك هنا 10 سكوند ونرجعو. دازو لي 10 سكوند. دونك هنا كيكون تسمعوا نشف، ولكن مازال ما نشفش مزيان، مازال خاصه 60 ثانيه باش ينشف هو. دونك انا نشفتو هنا غير 10 ثواني باش غير يجمد باش ما يسيلش ليا على لي كيتيكول ديالي ويبقاو بارفيت بحال هكا. ونجي دابا نقدر كاريمون نحيد هاد لو سوبور اللي وراك ريجيل. الا كان عندي هنايا لو جيل مازال ما نشفش، الوغ نجي قادو بحال هكا باش نشوف مقاد. فوالا الوغ الظفر ديالنا كمل دقيقه في لا لومب، نخرجوه ندغريسيوه بالكلينر وبالقطن، ناخذ اون ليم ديال 180 100 180. لو كوتي ديال 100 كنستعملوه بور لو جيل، لو كوتي ديال 180 كنستعملوه بور لونغل ناتوريل لانه كيكون بلو دو، لي غران ديالو ماشي قاسحين بزاف. الوغ دابا بيسك غنخدمو على لو جيل، نقدروا ناخذو لو كوتي ديال 100. نجيو نبداو دوك الطول ديالنا هو هذا، ما محتاجينش نقصو منه. فوالا الوغ غادي نبدا هنا بلي كوتي، جو بريفير نخدم الوغ غادي نبداو هنا بلي كوتي، خصهم يكونو باراليل. نجيو لو كوتي لاخر، فورم اموند بوينتي واحد شويه، تعجبني هاد لا فورم هادي. انا من بعد كنبداو نخدمو على لا سورفاس ديال لونغل كامله. في نفس الوقت كنشوفو نطفر من جميع الجوانب. فوالا نجيو فيغ لي كيتيكول واحد شويه، ندوزو عليهم بلا ليم. دونك هنا باش نشوف شنو كندير، غادي ناخد قطن مع الكلينر، نشوف فين وصل الظفر ديالي. الوغ الظفير ديالنا هو هذا. هنا نقدرو نديرو جوج حوايج، يا اما نخليو غير هاد لاكولوغ غوز لي ديجا ديال لو جيل ونحطو فوق منها توب كوت
ندخلوه لا لامب اولا نحطو عليه اون كولور. وهادشي اللي بغيت ندير انا. وغادي نحط لا كولور ستوند روز اند ديفان دو شي بو سكاي، لا كولور كتعجبني بزاف، اون كولور نيوت بيان سور. غادي نحطو منها جوج ديال لي كوش باش تبان لا كولور مزيان. الوغ انا ما تكنيكي انه كنبدا بلا سيرفاس ديال الضفر كامله. من بعد عاد فاش كنرجع فيغ لي كيتيكول باش ما نعمرهمش بزاف وباش ما نمش لابو. بروميير كوش ندخلوها 30 ثانية لامب يو في ليد، ولا كانت عندكم لامب يو في كتدخلوها جوج ديال الدقائق. غادي كانت لا بروميير كوش ديال لا كولور. غادي ندوزو دابا لا دوزيام كوش اللي غتبين لينا اللون مزيان. جيسبيغ يعجبكم هاد التغيير وتعجبكم لا كولور وتعجبكم لا ميثود وتجربوا تجربوا. كاين دي بيرسون اللي غيجربوا في الدار عندهم، و دي بيرسون اللي عندهم ديجا ان صالون دي استيتيك ومازال ما عندهمش هاد لا بريستاسيون ديال لو جيل، سي دو بلوس الصالون ديالهم. الوغ ما تنساوش لي بور سورتو فاش كتكون اون كولور ماشي نيود دو روج بيان دو بوردو ما تنساوش. الا سي سا دي بورد مثلا هنايا لو فيرني تمسحوه دي كلينير وتنقيو الضفر ديالكم. وهذه هي لاكوش الثانيه اللي غادي ندخلها 30 سكوند ومن بعد نتلاقاو باش نحطو عليها لو توب كوت. من بعد ما نشفات لا دوزيام كوش عطاتنا هاد لو ريزولطا، غادي نجي ناخد ان توب كوت. وهنا عندي ان نو وايب توب كوت. نو وايب صافي دير ما كيتمسحش، ما كيحتاج انه يتمسح من بعد ما كيدخل لا لومب، لان يعني نورمالمون لو توب كوت العادي فاش كنخرجوه ضروري ما كندوزو دو كلينر والقطن على الضفر ديالنا باش نحيدو واحد لا كوش غراس. انا غادي نحط لو توب كوت نكون سخيه فيه. هذا اخر قبل من اخر برودوي اللي غادي نحطوه في هاد البريستاسيون هادي. فوالا الوغ ندوزو على الضفر كامل. فوالا دونك هنا كيف ما كتشوفوا معايا قبل ما نشفو كتلاحظوا بان هنا عندي واحد امشي بومبي هنايا، لاحظتوا امشي بومبي هنا باش كيخلي لي لا ستركتور ديال الضفر ديالي مزيانه وكيخلي الضفر صحيح وما كيتهرش. الوغ غادي ندخل هاد توب كوت 30 ثانيه لامب يو في ليد، ولا كانت عندكم لامب يو في غادي تدخلوا جوج ديال الدقائق ومن بعد نتلاقاو باش ندوزو لويلا كيتيكول بور ليبريفي لونغل ديالنا. الوغ هنا خرجت الضفر ديالي من لا لومب. هاد توب كوز كيف ما قلت لكم فهو نو وايب باش كنمسو الوغ ما كيتلصقش يا با بروبليم. غادي نجيب واحد الزيت بور لوبريفي من بعد ليماج اللي قمنا به كندوزو هكا على لابو
هذا هو الضفير ديالنا، واي الى عندكم دي كيسيون نيزيتي با حطوهم ليا في لي كومونتير، ونشوفكم في بروشين ان شاء الله. سلامه.